كان بيحب الرياضة جدا وكان فارس. شيخ الرياضة ونصيره. أصغر باشا يحصل على هذا اللقب. أصغر وزير يتولى حقيبة وزارية في مصر. كان بيضع سياسة في التعليم العالي في مصر. بيحب الشعر وبيحب اللغة العربية جدا. علامة بارزة في تاريخ الرياضة المصرية. وعمل حركة مصرية تقاوم الاحتلال. حدث موقف مشير. خاض النادي الأهلي حرب شرسة جدا. لم الموضوع عشان ما يتبقاش فضيحة كبيرة. صارت الصحافة ورفض نقل الأهلي من الجزيرة. إدارة الأهلي ما اهتزتش. من كبار رموز المؤسسين. كان أفضل تجسيد لشخصية النادي الأهلي. فيلم جعفر ولي باشا في ذكرى وفاته الخميس الساعة 9 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.